رح ننتقل لأولى فقراتنا واللي هي بخصوص السياحة والأدلاء السياحيين. وبمناسبة يوم 21 شباط فهو اليوم العالمي للأدلاء السياحيين، وبسوريا تعود هي العراقة وعراقة هي المهنة إلى أعوام عديدة وأجيال أسست لوضع سوريا على خارطة السياحة الثقافية. أكيد يا عفاف، بهذا اليوم مشاهدينا بدنا نشكر الجهود الكبيرة والمسؤولية يلي عم يقوم فيها الدليل السياحي لحتى يقدم صورة إيجابية عن بلده، لأنه دائما بنقول هو سفير للتعريف بتراث وثقافة وتاريخ البلد وطبيعة الحياة فيها. اليوم مشاهدينا ضيفنا مميز وهو أحد العاملين بهذا المجال، رح نتعرف أكثر على واقع هي المهنة وأهميتها. معنا لليوم الأستاذ عبد الرزاق حمصي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيكم، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. يسعد صباحك أستاذ. شكرا. وأكيد كل عام وأنت بألف خير. خلينا بالبداية مع حضرتك نستعرض اليوم المهنة للدليل السياحي. أول شيء بنعيد زملائنا وزميلاتنا أكيد الأدلاء السياحيين بكل سوريا كلهم من تحية محبة وتقدير لهم كلهم، ولكل العاملين بقطاع السياحة سواء بالنقل ولا المكاتب ولا الفنادق، كلياتهم هي جهود مشتركة. وكان في جهود على مدى 50 سنة لحطوا سوريا على مثل ما قلتوا على خارطة السياحة الثقافية. دليل السياحي أو كلمة دليل وردت من 2000 سنة بوثائق، بس كان الدليل سابقا ياخذوا الجيوش معهم ليدلهم على الطرقات. تقريبا من 200 سنة بقرن 18 و19 ميلادي بدأ نسمع كلمة دليل سياحي أو مرشد سياحي. هحكي أنا عن سوريا. بقرن 19 وقت صار في قنصليات بسوريا وخاصة بدمشق، قنصليات أجنبية، صار يطلبوا دليل سياحي ياخذهم على المواقع الأثرية وبنفس الوقت مترجم. هلا ما كان في كتير نحن تعليم، يعني بالعهد العثماني ما كان في تعليم، أغلب المدارس كانت سكرت. كان في تعليم بالسر بقلب الكنائس، كان يعلموها اللغة العربية ولغات أجنبية. كان تواجد بعض الشباب للأسف هي ما اشتغلوا فيها صبايا بالبداية، لأنه كان بده بنية قوية. كان الدليل السياحي ينظم رحلات بين دمشق وتدمر، بين دمشق وبعض المحافظات، وكان الطرقات خطرة، لذلك كان يطلبوا دليل يكون بنية قوية ومعه لغات أجنبية، حد أدنى لغة واحدة. ورد في نحن بعض الوثائق، هي سبقني عرضتها بس هي بنعرضها مرة تانية. هي صورة لدليل سياحي 1870. هي أنا ما عرفت مين هو، بس موصفينه أنه دليل سياحي ومترجم. لاحظوا أنه بنته قوية وبيحمل سلاح، كان الدليل السياحي. كمان في دليل تاني اسمه مجول المصري، مسلسل سحر الشرق إذا شفتوه. هي تجوز واحدة بريطانية، سيدة بريطانية معروفة اسمها جين ديكبي، هي زوجته لمجول المصرب. مجول المصرب كمان كان دليل ينظم رحلات بين دمشق وتدمر. هي بعض المعلومات هدول اللي بنجي بقرن العشرين، بداية القرن العشرين بالعهد الفرنسي كمان نشطت مهنة الدليل السياحي شوي، وصار في أجانب يجوا خاصة الفرنسيين كانوا يطلبوا أدلاء لغة فرنسية. بالاستقلال أصبحت مهنة وصار في إلى قانون بعد الاستقلال، وكان في مجموعة من الأدلاء وتركوا كمان بصمة. هلأ أنا بدي أقول كمان بالستينات وبالسبعينات والثمانينات بدأت مهنة، كانت صارت مهنة رائعة جدا. وهدول الرواد اللي بدي أحكي عنهم هلأ، بعض الرواد هو اللي تقريبا حطوا سوريا على خارطة السياحة الثقافية. من ضمن الرواد هلا في اقدم دليله لساتها على قيد الحياه الله يطول بعمرها، فاطمه جود الله، مؤلفه كتاب، كانت تالف كتب، هي كانت دليله سياحيه وطيار شراعي ومدرسه. بدات مهنه الدليل السياحي ب 1965 وتركت بصمه كثير كبيره، وهذا كتاب شامل تالف بالعربي وترجم للانجليزي. فاطمه جود الله هي من القامات اللي تركت بصمه ولساتها الحمد لله عقيد الحياة، عمرها من فوق 90 هلا بس موجودة وصحتها ماشي الحمد لله. في قامات تانية
بحب اذكرها دائما انا جورج عبيد. جورج عبيد اشتغل بالثمانينات والتسعينات الله يرحمه، بس كان فنان. كان اذا كان في محاضره عن ابلة بروما يروح يحضرها، محاضره عن ماري باريس كان يحضرها. هذا من القامات اللي تركوا بصمه وكان يساهم بالترويج السياحي، وانسان متطوع رغم انه هو صايغ فنان. حتى قطع الصياغه اللي كان ساويها هي يقتبسها من التراث السوري، من حضارة السوري القديمة، إبلة وماري وأوغاريت. توفى الله يرحمه، بس هذا إنسان ترك بصمة. بيحكي عدة لغات، هلأ بيتقن 5 لغات بس بيحكي تقريبا 7 لغات. ما معه شهادات، معه ابتدائية فقط، بس كان فلتة من فلتات زمان جورج عبيد. هلأ في كتير أدلة كتار اللي وجدوا، حأذكر بعضهم اللي تركوا بصمة. عبد الحي الدور من حلب، هو كان مدرس فرنسي واشتغل دليل سياحي، واشتغل استخدم مجموعات سياحية، بعدين اشتغل مكتب سياحي، واشتغل بمجال الفنادق، ومجال الله يعطيه الصحة وطولة العمر موجود على قيد الحياة. عبد الحي ميمون فجر، ميمون فجر كمان هذا تارك بصمة كبيرة، هو تقريبا من جيلي، حاليا هو مدير سياحة إدلب مقيم بحما. وقت حررت إبلة هو كان صاحب فضل انه كان يسهلنا زيارات إبلة الاولى بعد، ولساته انسان مبدع. في فداء الدايري، دليلي لغة ايطالية، كانت كتير عندها انتماء. حتى بعض المجموعات، كنت بقلعة سمعان كان مع مجموعة بريطانية هي مع مجموعة ايطالية، عم يحكوا صوتها، قال لي شو هالصوت الجميل هذا. احنا تلاقيها وقت تمشي مع الجروب الكل متجمع حواليها، هي دليل المتمكن، المجموعه بتكون حواليه مو مفرطعه، هي عم بيقدر يجذبها. كان شخصيتها قويه وحضورها ولغتها الايطاليه جيده. في كثير ادلاء كمان بخطر ببالي، شريف الفرم. شريف الفرم هذا ايقونه سياحه عربيه مو بس بسوريا، هلأ مقيم بدبي بين دمشق ودبي، كان دليل سياحي وهلأ بيشتغل باستخدام المجموعات السياحية، وبدبي هو رجل السياحة الأول صار. يعني في ناس غادروا سوريا بس حاملين سوريتهم معهم. في شاب كمان، مو شاب، من جيلي ما عدنا شباب، نبيل خوري، دليل لغة ألمانية، كمان هذا من الإنسان المتمكنين وعم يشتغلوا بوجدانية عالية. تمام أستاذ عبد الرزاق، يعني حاولنا نحكي ونذكر اليوم العديد من الأدلاء السياحيين اللي تركوا بصمة بهذا المجال. حابين نحكي عنك أكثر ونتعرف على حضرتك، خصوصا أنت موجود يعني دليل سياحي من تسعينات القرن الماضي، وكنا عم نتابع عبر الشاشة لقطات من تواجدك اليوم مع السائحين بمناطق. خلينا نحكي أبرز المجموعات السياحية اللي رافقتها اليوم خلال مسيرتك. أنا بدأت عملي كدليل سياحي 1993، يعني أكثر من 31 سنة. بناء على طلب من السلطات ذاك الوقت، خاصة وزير السياحة ذاك الوقت طلب مني أني يكون اشتغل بهالعمل هذا، رغم أنه دراستي كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، بس عندي شغف بالتاريخ وبالآثار من وقت ما كنا طفل. وقبل ما أشتغل دليل كنت دائما هيك أتقرب من الأجانب، بدي أشوف عالمهم، بدي أشوف ثقافتهم، كيف يفكروا، كيف بيعيشوا، كيف كذا. يعني هالتواصل مع الثقافات الثانية هو دفعني لاشتغل بهالعمل هذا كدليل سياحي. رافقت كتير مجموعات سياحية، أنا على فكرة رافقت مجموعات يمكن من كل أنحاء الكرة الأرضية، كانت أغلب الجنسيات رافقتهم. أول مجموعة أنا اشتغلت فيها، يمكن ظهرت كمان صورتها هون، هي أول مجموعة 1903، أول مجموعة هي متعدد الجنسيات من جامعة بنزرت، كلهم أساتذة الجامعة، كانوا فرنسيين وبريطانيين وتوانسي، وعدد ضخم 43 واحد. كبداية أنه 43 واحد كان تحدي، ونجحت بهاي المجموعة، استمريت، هي أول مجموعة. هلأ في كتير مجموعات أنا مميزة رافقتها، مثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وقت الكسوف 1999
هدول علماء من وكالة ناسا ومهندسين مركبات فضاء. كانت جايبتهم عالمة فضاء سورية شادية رفاعي، هي من أصل سوري، من أصل من دمشق، جابت هالمجموعة ليدرسوا حرارة الشمس أثناء الكسوف اللي صار بآب 1900. هي كانت مجموعة مميزة، كانت متعبة، كنت تقريبا بالتنظيم والدلالة السياحية. وكنا هناك بعين ديوار، عين ديوار على فكرة آخر نقطة على الحدود السورية التركية العراقية، آخر نقطة، منطقة جميلة جدا، جميلة جدا. عملت لهم جولات هناك، يعني هنو رايحين بمهمة علمية، بس صرت أعمل أنا جولات سياحية بهذيك المنطقة. وفيها منطقة جميلة جدا هي على نهر دجلة. أثناء الكسوف استمع تقريبا 700 صحفي أجنبي وعربي وكذا. صرت نشتغل ل700 واحد بالتنظيم. هي كانت تحدي كبير، بس كانت شيء عمل ناجح. من المجموعات كمان مهمة، أنا عشرات رؤساء الدول رافقت، بس أنا من أهم رئيس دولة رافقته هو جيمي كارتر، الرئيس الأسبق لوزارة سوريا عدة مرات. أول مرة زار سوريا بالسبعينات كان الدليل عصام الحلبي معه، وآخر مرة كان الدليل عبد الرزاق حمصي معه. إجا بالسنة 2009 لسوريا، وكانت جولة صعبة وناجحة لأنه كان يسألني أسئلة حساسة وجاوبت عليها، وكان كمان هلأ من المشاهير أنجلينا جولي وبراد بيت، كمان رئيسة الفلبين جيت مرتين لسوريا وأنا رافقتها بالمرتين. زوجات رؤساء دول، كان في مؤتمر المرأة والتنمية ب 2003، سيدات الأول لعدة دول كمان اشتغلت معهم، اشتغلت تنظيم، اشتغلت واشتغلت أنا بالإعلام، بس مالي إعلامي أنا، بس لقيت حالي إنه عم اشتغل أفلام وثائقية. قبل الحرب سوينا أفلام وثائقية عن سوريا وغير بسوريا وبرات سوريا، يعني في كان وثائقي مهم. خاصة كنت أنا بدي ركز على عمريت. عمريت كان في تجاهل كتير إلى هي، عمريت فيها أقدم ملعب بالعالم، عمره 3600 سنة. كان في غلط إنه هو هذا. أثبتت بالوثائق، بوثائقي لتلفزيون بريطاني، إنه عمريت هي فينيقية سورية ما لا يونانية. حتى على سيرة اسكندر العظيم زار عمريت وشاف مدينة كانت لساتها مأهولة، قال لهم هاي المدينة بتقربوا عليها، وشاف الملعب. بس للأسف نحن في عنا نسب لغيرنا. بعملي كدليل سياحي حاولت أقدم سوريا كحاضر وكحضارة، لأنه في سوء فهم عن سوريا كبير. هلأ السياحة خدمت سوريا، أول شيء جابت أموال لسوريا. ب 2010 مساهمة السياحة بالإنتاج المحلي تقريبا 12% نسبة عالية. بالإضافة للشيء هي بتساوي تفاهم understanding، لأنه في big understanding مع عن حضارة سوريا، عن حاضر وحضارة سوريا. بقى هون دور الدليل هو خطر جدا ومهم. يا بيقدم حضارة سوريا بشكل صح، أو بيساهم بتكريس الأخطاء أو سوء الفهم صحيح عن سوريا. وقال حاولت أني لطف مواقفهم. والعملت أنا بدي السياحة الثقافية، نحن الدليل السياحي بيشتغل بالسياحة الثقافية، هي زيارة المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، دار الأوبرا، صلاة عرض الفنون، يعني هي سياحة ثقافية. السياحة الثقافية بتستقطب نخبة المجتمعات بالعالم، وهدول مثقفين ثقافتهم عالية جدا، لذلك دليل كمان بده يكون مسلح بأدوات قوية جدا، لغة حد أدنى لغة أجنبية واحدة، ومعلومات اقتصاد، معلومات سياسة، معلومات صحة، معلومات مرأة، بالإضافة للمعلومات الغنية تكون على التاريخ والآثار. يعني ذكرت أستاذ عبد الرزاق أنه اليوم مهنة الدليل السياحي فيها خطورة كمان. اليوم لما بدنا نسمع عن دليل سياحي فينا ناخذ النظرة المسبقة أنه بس بيدلنا على الأماكن، بس بيدل الغرباء والسياح على الأماكن اللي هنون جايين يشوفوا، ولكن الرسالة اليوم تبدو أسمى وأخطر وأكبر من هيك بكتير. خلينا نتعرف على الرسالة. هلأ أنا وتسويت دورة الدليل السياحي كانت 3 أشهر، وأكثر من 40 عالم آثار حاضروا، ومعاونين وزراء من الخارجية ومن الأمن ومن الداخلية.
حاضروا يعني أهلونا بشكل منيح. بالإضافة ما كان يقبلوا واحد إلا يكون عنده كمان مخزون ثقافي كتير عالي، مو بس شهادات. هلا في ممكن يكون معه شهادات بس ما بيعرف، هلا في أدلاء كان يطلعوا معه شهادات عليا، بس الدليل الساحي لازم يبحث، مو بس يقرأ، يبحث بالتاريخ ويعمل تقاطع معلومات. دليل سياحي عم يطلع بيجيب له 11 يوم. ال 11 يوم او اسبوع. عدد ساعات العمل 12 ساعة. في 6-7 ساعات شرح. يعني هدول بده يكون عنده كثير يعبيهم، مو يعبي هوا، بده يعبي معلومات. مثل ما قلت انه هدول اللي بالسياحة الثقافية مثقفين جدا. واصحاب قرار بلدهم يعني. اصحاب قرار بلدهم يعني بيأثر كثير. لذلك كان دائما بدعي الدليل انه مو بس يقرا، يبحث، يقرا عده مصادر ويعمل تقاطع معلومات. هذا البحث العلمي بالتاريخ ضروري جدا للدليل السياحي. هلا في ناس عم تستسهل القصه، وانا قلت كلمه بالعاميه انا بعتذر، بدي بقولها، مفكرين انه الشغله زعبره. مع العلم انه في ادله اجداد مناح وعندهم امكانيات. هلا فكره الجيل الجديد عنده ادوات نحن ما كانت عندنا ليتعلم، يعني الانترنت، اللابتوب بالبيت والجامعه، يعني عندهم ادوات، نحن ما كان عندنا هالادوات الهائله يلي عندهم اياها. دائما في متطفلين على المهنه بس هن كمان بيقولوا لي انه الظروف صعبه. طبعا الظروف صعبه، امكانياتهم منيحه الظروف، بس ما بيعني انه ما بيخسر شيء اذا ضل عم يقرا وضل عم يبحث. تمام استاذ، بما انك ذكرت الجيل الجديد اليوم، خلينا نقول شو هي رسالتك او نصيحتك اليوم للادلاء السياحيين يلي دخلوا على هذا المجال الجديد، واذا فينا نقول اليوم عم تشوف او عم تلاحظ في توجه من الشباب تجاه هي المهنه؟ ايه في توجه، انا بدعيهم ليروحوا هالمهنه. في صبايا كمان، حلو، اعداد كبيره من الصبايا، وانا بيجوا لعندي بيزوروني، عم نعمل لهم جولات افتراضيه عندي، وعم اقدم لهم، انا مكتبتي ضخمه عم اعطيها للطلاب. في مني هلا بعمل لهم، بقول لهم نصيحه، اول شيء هو دليل امكانياته الانتماء. الانتماء، اللغه، المعلومات. بعدين نحن عم نتعرض لحرب ثقافيه غير العسكريه والاقتصاديه والاعلاميه، حرب ثقافيه. مهم الدليل يتصدى للحرب الثقافيه، لانه انا بقول له للدليل اول شيء لا يعتمد على الاسرائيليات على التزييف الصهيوني بالتاريخ المنطقة، ويعتمد على الوثائق السورية، أرشيف إبلة وماري وأوغاريت، وثائق سريانية وآرامية، يعتمد على وثائق. وأنا سبق أني ذكرت يعني نحن عندنا 10,000 موقع أثري، هذا المخزون، ما في دولة بالعالم عندها 10,000 موقع أثري. رغم التدمير لسه في شيء كتير حلو بسوريا، لسه في كتير مواقع تدمر، ودمشق وحلب، قلعة حلب على فكرة فتحت للزوار بعد الزلزال، هلا من 3 أيام فتحت، يعني كان عم يستقبل للزوار، عنا كم هائل. لذلك ما نعتمد على الإسرائيليات، هي أهم شغلة. بعدين أنا ببارك لهم، في منهم أخذوا بطاقات جديد زملاء، وبقول لهم كم أنا فخور بكم، بس لا توقفوا هون، هي البطاقة مو كل شيء، بده يبحث طول عمره ويقرأ طول عمره، هو سفير، هو سفير. بقال بدعيهم انه يقروا الصح ويقدموا سوريا بتاريخ صح. وانا برد بقول تاريخنا ماله اتراك وتورات، تاريخنا ارشيف ابلة وماري واوغاريت، اول برلمان واول ابجديه واول لغه واول مدرسه، هذا الكم الهائل، كل شيء بالكون خلق اول شيء بسوريا. انا ما بقول مهد الحضارات، الحضاره خلقت بسوريا. أكيد أستاذ، للأسف خلص وقتنا مع حضرتك، وبمناسبة هاليوم أكيد 21 شباط بدنا نقول لك العام وأنت بألف خير، ولجميع الأدلاء السياحيين بمناسبة تأدية هي الرسالة السامية من حضرتك ومنهم كمان، أهلا وسهلا فيك. وأنتوا عنكم الرسالة، وشكرا لأنكم متألقون ومستمرون. شكرا لك أستاذ عبد الرزاق لوجودك معنا، نورتنا، أهلا وسهلا.